احنا من جايين نزعجكم بس حابين تشرفونا على عرسنا. الناس كتير حبوا الكرم. بس عشان عرس اختي امل. ويا مشوار من دار لدار ويا يا يا حلوين. اطلع بسرعة اطلع. مش السهرة ب 18؟ وين عامل الدنيا؟ امي يمكن ما تقدرش تيجي. عرس بنتها، شو هالحكي هذا؟ انت عيب تحترم امك. عشان خايفة ترجع بعد ما هربت مع حبيبة ولا عشان تركتني لحالي اربيك انت واختك؟ الله يخليه لبعض. تسلم. شكرا بابا. انت بحياتك تتغير ايش؟ شادي.